يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. يا بنتي النهاردة فيديو جديد وحاجات جديدة، لانج لسه نازلة عند هي وبس. احنا النهاردة فرع لاجيتيه، وطبعا هسيب لكم عناوين الفروع الثلاثة. هنبتدي مع بعض الحاجات الجديدة، يا رب تعجبكم. هي عجبتني، بس يا رب انتوا كمان تعجبكم. احنا دلوقتي في الدور اللي فوق، تمام؟ هوريكم بقى المنظمات الجديدة والحاجات الجديدة الحلوة قوي اللي جاية. ومصطفى بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين اهو. يلا في حاجات جديده ياما، وخصومات وعروض، في عروض عندهم، وفي حاجات جديده وصلت، وحاجات عيد، وحاجات عيد الام، وحاجات رمضان. طيب اول حاجه معانا المنظم ده. اول حاجه معانا منظم المعدن ده. ده انا عندي، تمام؟ لا وريني كده. هو ده تركي دورين. هو ده بجد فعلا تحفه، فعلا حلو قوي كده. بيبقى عندك منظم ثلاث ادوار كده، ثلاثة هو بيحطي تحت وفوق وفوق اكتر، تمام؟ ده ب 85 جنيه. ده انا انصحكم بيه قوي. المنظم ده، المنظمات الجديده دي وصلت 45 جنيه، 45، والخليه بتاعته ب 50، والخليه ب 50 جنيه، حجم الكيوب بتاع الخليه 75 جنيه. ده ب 75 جنيه. وده بقى التحفه، ده رجع تاني، هو الستانلس الاصلي، رجل الالمونيا ستانلس. ده الرجل بتاعته ستانلس. بتاعته الومنيوم. هيبقى ده برومل، الرجل بتاعته الومنيوم. ده بكام؟ ب 85 جنيه. الاسعار زي ما هي، ما اتغيرتش. الاسعار زادت بس احنا لسه ايه، يعني هي الاسعار زادت بره، بس هو الاسعار عنده هي هي. ده بس احنا ايه، لسه الاسعار القديمه 85 و 45، تمام. حاجه عندنا بترخص وبتزيد. وبردك الرف التركي عليه عرض 18 جنيه التركي. ب 18 جنيه، 18 جنيه بدل 20. ده 18 بدل 20. والبيت ب 20 بردك التركي. بصوا بقى، في بورد جديده خشب اهي، وتحطي طبعا تقطعي هنا، تقطعي وتحطي بقى هنا الحاجات اللي انت قطعيها، اي حاجه. هي دي ايه؟ بلاستيك، بس بلاستيك حلو يعني، وهو في خشب. بصوا ده شكل البورد اهي، حلو قوي، شيك جدا، ب 119 جنيه. وفي اربع الوان منها، 119 جنيه. ده ايه ده؟ ده ايه مصطفى؟ ده ايه؟ ده رف دوار. ده رف دوار. وريني كده بتحط فيه ايه بقى. في الحمام اكتر كده تحطي فيه حاجه. وده ب 60 جنيه. وده يا بنات باسكت للتخزين، انا بصور. ده باسكت للتخزين يتفتح ويتقفل، بكام ده؟ ورينا ده. 149. هو النور ضعيف شويه، معلش. 169. معانا بقى الباسكت التحفه اللي هو خساره تحطي فيه الزباله. ده هتجيبيه من بره ب 400 جنيه. ده بكام؟ 79 جنيه. 79 جنيه. عايزه اقول لكم اللي هو حلو جدا جدا، شيك قوي. بصوا، والفرشة اللي ماسكاها في ايدي دي عجبتني برضو، دي ب 7 جنيه، دي للاستحمام ب 7 جنيه. والدبدوب ده في منه كذا 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 شكل، وكمان دي بتاعت الفيسبوك، المبشرة اللي هي 6 في 1 ستانلس اهي، مبشرة ومبشرة. بصوا اهي المبشرة وعجان 6 في 1. بكام دي طيب؟ ب 139. ده الكرسي اللي انت اللي انت سجلناه المره اللي فاتت، اللي بيفتح ده على مهلك، بيفتح الكرسي اهو. ايوه، وتقفي بقى عليه، تقعدي عليه، تحطي وبعد كده تلميه تاني زي ما كان، زي ما انتوا شايفين اهو. لا هو مصطفى تقيل، فهو اخد مصطفى ما شاء الله يعني. ب 170 جنيه. ممكن تاخديه معاكي التراويح، صح؟ تعلقيه كده في ايدك وتاخديه. تمام. سنتريه بس وكميه محدوده. في العلب دي ثلاثه ب 29 جنيه، عجبوني قوي برضو دول، تمام؟ طبعا العلب الجديده اللي هي بالمصفى دي حلوه جدا. بصوا اهي صورتها لكم قبل كده، بس هي طبعا طالعه موضه، كل الناس بتجيبها. خلينا في الحاله التركي اللي احنا مستنيينها. طيب. ده طبق اكريليك بكام؟ ب 75 جنيه. بصوا بقى الباسكت الحلو ده، ده المفروض ده للبطاطس، وتحطي البولات الصغيره هنا، تحطي فيها الصوص يعني، وهنا تحطي فيه البطاطس او اي حاجه انت عايزاها، بس بصراحه حلو قوي. بكام بقى ده؟ ب 60 جنيه.
في كمان ده ب 26 جنيه اللي هو علبة أكريليك بالغطا والمعلقة دي، تحطي فيها 2 معلقة تحطي فيها، هما متقسم هنا وهنا مثلا ملح وفلفل كمون كده أكريليك. في بقى في كمان يا بنات القاعدة السيليكون دي، دي تحطيها بقى ايه وانت في العربية في اي مكان في البيت في اي كرسي خشب اهو، دي سيليكون. بصوا اهي خامتها اهي، بصوا كده طرية حلوة قوي. بكام دي؟ ب79 جنيه والله، ب79 جنيه. هيوريكم برضو مصطفى الخامة بتاعتها من جوه. مش بخليت النحلة ايه سيليكون. اه حلوة والله. اه دي في النت اه على طول بشوفها. اه هو عندهم ب79 جنيه. في كمان اللي هو الرول ستيكر ده في ماربل. فين ده الماربل؟ وده لا اه الماربل اهو. اه سعره كام؟ انت ما رحتش؟ 35. طيب ده المغربي ب35 جنيه. بصوا في اشكال، استنى انا هصورها، اشكال كتير قوي اهي. الرول الخيامي بتاع رمضان اهو وصل. الله ده ب39 جنيه برضو. الرول الخيامي بتاع رمضان 5 متر ب45 حجم كبير. 5 متر ب45. وده طقم حمام ب105. في منه اشكال كتير اهي الاشكال. في كمان حاجات جديدة. ايه بقى؟ خدتي اصلا منظم الادراج ده؟ بصوا بقى كمان منظم الادراج ده يتفتح كده للشرابات والاشاربات والحاجات دي. بيتقفل كده اهو. طب هات لي واحد لو سمحت. اه ده سعره ايه؟ بيتقفل اه ب 49 جنيه. كمان الجديد معاهم ده رف دوار. ايه ده؟ بيدور وجواه ده رف دوار كمان. الله حلو قوي ده. يعني ده ياخد كل حاجه. ثانيه هطلعه لكم. بصوا يا بنات اهو، هو رف دوار من تحت طب والجوانب ايه بتدور برده؟ هو بيدور كله. اه هو نفسه كمان بيتحرك بيدور يعني كده هيدوروا معاكي. تمام حلو قوي. بكام؟ بكام؟ 139. بصوا اهو بيدور كده كده. ممكن اشوف الحامل ده؟ كمان في الرف ده. بصوا يا بنات تحطي فيه مثلا بهارات، تحطي فيه حاجات في الحمام اهو كذا واحد، وكمان ممكن تعلقي فيه اي حاجه. ده ب 35 جنيه ويتعلق كده بمسمار او هوك ب 35 جنيه. في كمان يا بنات الغطا ده، يعني هو مش غطا، ده حاجه سيليكون. مثلا لو انت عندك الغساله، خرطوم الغساله بيبقى واسع، بتحطيه كده هنا الخرطوم الغساله وتحطيه في المكان اللي بيتحط فيه الخرطوم، بيبقى ساعات واسع بدل ما يطلع منه حشرات ويبقى فيه روايح مش حلوه. بتستعملي ده. ده بكام؟ بكام ده يا بنات؟ ب8 جنيه. في كمان الشغل التركي الجديد، الاربع علب دول بالصينيه بتاعتهم، الصينيه بالشفافين، اه 30 جنيه. 30 جنيه تركي. تمام. في كمان اللمامه جت تاني زي ما انتم شايفين اهي، بتركبي لها ايد لمامه اهي، اللي هي الفرشه اللمامه دي بس كبيره، بتركبي لها ايد وبتلمي بيها يعني. وده منظم اطباق بكام ده؟ ب 85. في كمان الجزامه من 420 ب 300 بكام؟ 299 جنيه. 299 الابيض والاسود متوفرين. بصوا حلوه قوي، شكلها حلو قوي. عرض 60 60 في اهو، والباقي فوق 60 في 4. اه 299 جنيه. 299 ده المستورد ب 30 جنيه. ده المستورد درج المعالق ب 30 جنيه بدل 35 جنيه. في طبق التسالي ده جديد، بصوا بيتفتح كده 4 ب 80 جنيه. هاتوا كده بعده شويه ب 80 جنيه يا بنات. ده حلو في رمضان. رشاش السكر الصغنن ب 19 جنيه. ده بقى الشغل العيد بقى، و شغل التركي الجديد ب 35 جنيه. منظم الاطباق ده ب 35 جنيه، منظم الاطباق ده ومنظم الغطيان. طقم المعلقه ابو القعده بتاعته 29 جنيه ببلاش. ده خشب؟ خشب ب 29 جنيه. خشب معلقه وزبتشونه ومعلقه ومغرفه وشغيله. القعده بتاعته 29 جنيه. بص شكله اهو، هو محطوط ب 29 جنيه. وانا صورت دي برده الجديده، ما انا صورتها الجديده الملاحه الاثنين. اه صورتها جوه.
قديش ب 20 جنيه؟ درج المكتب الصغير الميني ب 20 جنيه. معلش بعتذر عن الصوت لان في ناس في المحل فبعتذر عن الصوت معلش. دي حلوه بتاعت البيض دي. دي بتاخد كام بيضه؟ المصري دي بتاخد ب 29 جنيه. 24 بيضه. دي مضخمه دي. دي الجديده بقى اللي هي درج. بصوا اللي هي ايه؟ لا مش درج الفدي دي بتاخدي هنا من بيض. بتنزل تبقى فكره علبة البيض. انت كده بتحطي لا هاتوا كده تمام. انت بتحطي البيض كده بينزل بقى كده تاخدي بيضه تروح من الدحرجه اللي بعدها فاهمين. تاخد 40 بيضه بس حلوه قوي ب 110 اكريليك. في كمان الكوبايات دول اللي هي القش الرز ده ب 19 جنيه لأربعة. في صفايه المعالق دي ب 35 جنيه. السلس بتاعها حلو. بصوا بقى يا بنات الاستيكر ده بتاع رمضان حلو قوي بتاع البهارات 70 اسم ب 8 جنيه. شايفين حلو قوي. الهوكات اللي هم السته دول اللي بيتعملوا بالدبل فيس بكام؟ ب 15 بدل 20. عاملين عروض. وبصوا بقى المفرش بتاع كل سنه بتاع رمضان اهو. المفرش ده بكام؟ ب 18 جنيه. بتفرشيه طبعا ايه على السفره. وده اللي هو مانع التسريب بكام؟ ب 39. 39 وب 20 الصغير. السبونشات دي ب 10 جنيه الاربعه. واحده ب 2 جنيه. هجربها. المصري ب 3 جنيه وب 10 جنيه. انا عندي الاربعه ب 10 جنيه بس. ب 10 جنيه الاربعه هجربهم برضه. رمضان ده تفاحه. الجديد بقى في حاجه رمضان. كعبه وبرواز. بصوا بقى هما ثلاثة مع بعض شايفين بيتركبوا كده على الحيطة زي كأنهم برواز. يعني بكام؟ ب 38 جنيه. ده شغل رمضان. كل سنة وانتم طيبين. الدسبنسر ده بصوا ب 65. هنا بتحطي السبونشة وهنا بتحطي الصابون بتاعك ب 65. رول الأدراج بقى يا بنات وألوانه الجديدة بكام؟ ب 23. 23 الرول. جنيه. قالب الكب كيكس ده يا بنات تركي بتسعة وكام؟ 59 جنيه. وريني كده اهو. في كمان العلبة الكيوت قوي دي. بصوا اهي بتفتح كده. وثابتة. 24 24. بصوا فيها سيليكون اهو عشان تحافظي على الحاجه. ممكن بقى تحطي فيها اي حاجه انت عايزاها بهارات اي حاجه. بازيلا ثلاجه ماشي. ماشي البهارات ماشي. اكريليك. هو دلوقتي الاكريليك موضه قوي في العلب. دي بتاعه الصابون. صبانه بتاع شكل دولفين ب 7 جنيه سمكه. حلوه قوي. بصوا بقى يا بنات الكسترات السخن دي كان في منها الكبير بقى في منها الصغنن اهو ب 10 جنيه. والكبير بكام؟ ب 7 جنيه. الكبير بكام؟ من اول 40 ب 40 جنيه. في كمان الشماعات ب 23 شايفين شكلها. وريني. لا خامتها كويسه. 23 جنيه السته. بصوا اهو بيرميهم مش بيتكسروا. مصنع ايه ب 23 جنيه؟ مصنعكم انتوا؟ من مصنعهم ب 23 جنيه. في بقى ستاند الميكرويف تلاتة دور بتحطيه فوق الميكروويف ب 129 جنيه اهو. بصوا كده. وده كمان بقى الباسكت الصغنون. بصوا بيتعلق كده. وفي دبل فيس ولا ايه؟ بيتعلق كده وصغنون. وبعد كده تخلصي وتروحي قافلاه. حلو قوي شكله حلو. بصوا يا بنات بقى اللمامه اهي. بصوا شكلها وهي متركبه للسجاد وكده بدل ما توطي. بصي اهي كده وبتلمي بقى الدنيا بيها. في كمان الركنه بتاعه الحمام ب 60 جنيه. تعلقيها كده وبالدبل فيس اهو. فين دبل فيس؟ وبتحطي بقى فيها الشامبوات والحاجات. في بقى يا بنات كمان دي صينيه البطاطس بطبق. دي بتدخل الفرن يعني ولا ايه؟ ولا تصفي عليها؟ بتصفي عليها البطاطس ب 99 جنيه. والكبه وريني كده. الكبه دي كام وات؟ 400. 400 وات اهي يا بنات. استلس وبتطحني بقى فيها لحمه فاكهه كل حاجه. دي استلس كلها ب 325. ب 325 اهو زي ما انتم شايفين اهو. بتطحن كل حاجه بصل كل الحاجات اللي بتطحن يعني. في بقى كمان دي السيليكون الصغننه دي يا بنات. بصوا جهاد بس طلعتها لي اهي. الكبه شكلها حلو.
في بقى السيليكون الصغننه دي ب 20 جنيه بس خامتها كمان احسن من الخامه اللي هي كانت موجوده قبل كده. وفي منها كمان المصفى اهي بنات المصفى برضو الصغننه خامتها حلوه قوي برضو ب 20 جنيه. وفي بقى كميه سيليكونات برضو عندهم. في كمان اللي هي الملاحات ب 20 جنيه دي يا بنات اللي هي ستانلس في ازاز. في كمان يا بنات ده المج الكبير ده، ده مفروض للشوربه بقى كده اللي هو احبك يا امي 43 جنيه. وفي الكنكه البايركس دي ممكن تطلعها لي منور اهي يا بنات الكنكه البايركس طبعا بالكهرباء وبيتركب لها الايد ب 175 جنيه. تعملي بيها القهوه طبعا. في كمان البرطمانات دي للبهارات فيها معلقه ب 20 جنيه الواحد. وفي منها الوان اهي. والهون الرخام يا بنات حلو قوي برضو الهون ده ب 69 جنيه. في العلب اللي هي دي انا عندي منها ب 26 جنيه حلوين قوي بالغطيان بتاعتهم. طبعا كمان في المجات بتاع بلانك ماكس كل الاشكال بتاعتها زي ما انتم شايفين اشكال كتير جدا. والسبراي الفوم بتاع التنظيف رجع تاني يا بنات. في كمان بقى الكوسترات دي في الكبير والصغير. الكبير بكام يا ميار؟ الصغير ب 55. ده الكبير يا بنات ب 79 جنيه اهو، والصغير ب 55 جنيه. دول تقليد ايكيا بس حلوين برضو خامتهم حلوه. الشموع دي يا بنات برضو بتاعت الفوانيس بقى دلوقتي ده اوانها ب 9 جنيه. المجموعه الثلاثه دول عاملين كام؟ والوان. في كمان طقم السكاكين ب 129 جنيه اهو. 3 4 ايه ده 6 5 ومقشره. وايه تاني؟ والمقصات الثلاثه ب 19 جنيه. ودول اللي هم بتغطي بيهم الاكل زي بنيه الشعر بس دول الاكل مره واحده بس ويترمي ب 5 جنيه الخمسه. في كمان الطقم ده فيه كام واحده؟ 5 سيليكون. دي الاسبونجات اللي قلت لكم عليها يا بنات اللي هي بتغسلي بيها التيفال وكده ب 10 جنيه كل دول حلو قوي برضو. 4 هم 4 في واحد ب 10 جنيه. في منهم الوان. في كمان غلق الاكياس يا بنات اللي هو الفاكيوم ب 195. في كمان البولات دي ب 55 جنيه الكبيره شكلها حلو. والصغيره اهي يا بنات ب 20 جنيه ودي الكبيره ب 55 جنيه. في كمان الباكت ده بتاع اللي هو الصخر بتاع الزرع تحطيه في الزرع بيعمل شكل حلو. الباكت ده ب 10 جنيه زلط اسمه زلط حلو قوي برضو. ده برضو ايكيا عنده منه. وفي كمان البولات دي بس البولات دي ايكيا بكام؟ ب 26 عجبوني قوي ب 26 جنيه يا بنات. بصي تحطي فيها كريم كراميل تحطي فيها رز بلبن اي حاجه ب 26 جنيه الواحده. في كمان بقى زجاجه بصوا دي بتنفع قربه وهي زي القربه كده بتتملي ميه سخنه ممكن او ممكن تمليها اي حاجه عصير اي حاجه وتقفليها كده هي زي السيليكون كده ب 12 جنيه. دول يا بنات بقى اللي بيتحطوا تحت زي ما انتم شايفين اهو الرجلين بتاعه الترابيزات والكراسي ب 12 جنيه فيها كتير كده. خلاص يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويا رب تكونوا استمتعتوا معايا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم باي باي. وانتظروا كمان فيديو حاجات رمضان. مع السلامه.